يوما ما ستكون ليشيا في موقع القيادة وستحكم هذه البلاد، لذا أردت لك أن تدركي هذه الأمور بحيث تتمكنين من قيادة البلاد حتى بعد أن أرحل أنا عنها. عدا عن ذلك سأترك الكثير من القرارات في يد الشعب ليقرر مصيره، وبالطبع حينها يمكنك إلغاء الخطوب. سوما قال تلك الأمور، ولكن هل تراه يعنيها؟ لقد قال سوما إنه يريد حوله أشخاصا يكونون أكثر تحملا للمسؤولية، ولكن سوما هو من يلبي حاجة البلاد إلى قائد كفؤ. هل تركت وراءك عائلة في عالمك الأصلي؟ أو ربما حبيبة أو صديقة؟ لا، ليس هناك أحد. قال إن لا عائلة لديه في العالم الذي أتى منه، لذا إن أصبحت أنا جزءا من عائلته أتساءل إن كان ذلك كفيلا بإبقائه هنا، إن وضعته تحت الأمر الواقع لكوني خطيبته. سمو الأميرة، حان وقت النهوض. نعم صحيح، نهضت قبل مجيئك. يا للهول، هل من خطب ما يؤرقك؟ وجهك أحمر قليلا. لا لا شيء، نعم أنا فقط. سمو الأميرة، في هذا اليوم سيقيم جلالة الملك حفلا رسميا لتكريم الأشخاص المميزين. أجل، هذا صحيح. أنت أيضا ستكونين من الحضور، لذا عليك تحضير نفسك بسرعة. كما فهمت استجاب الكثيرون لهذه الدعوة. صحيح، فبعضهم تذمروا من عدد الناس المتقدمين للاختبار، واصفين هذه المهمة بالمستحيلة. لو سمعهم سوما لأجابهم: إن كان لديكم وقت للتذمر فلتشغلوه بالعمل. هل من خطب ما؟ تبدو مضطربا على غير عادتك. لا، فرغم الاعتراف بموهبتي إلا أنني لا أنفك أفكر بأنني سأمثل أمام الملك فأتوتر. في النهاية إن موهبتي الوحيدة هي أنتم الآن في حضرة جلالة الملك، فلتنحنوا له. هذه ليست من عادات قبيلتي، لذا أطلب إعفائي. ماذا؟ محاربو قبيلتنا لا ينحنون إلا لسيد واحد فقط. كيف تجرؤين؟ ما هذا الذي تقولينه؟ لا مانع لدي، فأنا طلبت مساعدتهم، لا داعي للصرامة. كما تشاء جلالتك. أرجو من الجميع عدم الانحناء لي، فأنا هنا من يطلب منكم التكرم بمساعدتكم. قفوا وتصرفوا براحتكم. نزولاً عند أوامر جلالته، كل من يمتلك موهبة في هذه المملكة جاء اليوم إلى العاصمة، وبالتالي فهم من تفوقوا في هذه المسابقة. أما الآن فسنعلن عن مواهبهم ونقدم إليهم جوائزهم. عايشة أودغارد من الأقزام المظلمين القاطنين في الغابة المحمية، تفضلي. الأقزام المظلمون؟ الأقزام المظلمون يعتبرون من الأقليات في مملكة ألفريدن، وهم مجموعة تمتلك مهارات خاصة في القتال. يقطنون الغابة المحمية، ويقال بأنهم محاطون بحماية طبيعية، كما يسمح لهم بحكم الغابة ذاتيا لأنهم حراس أمناء عليها، وهم لا يتفاعلون مع الأعراق الأخرى. من الممتع قراءة كتاب عن بعد بهذه الطريقة، يبدو أن الأرواح الشريرة المحياة مفيدة إلى حد ما. هذه السيدة أظهرت مهارة غير اعتيادية في القدرة على القتال، ومهارتها لا مثيل لها في المملكة بأكملها. أتقول بأنها الأشجع في المملكة؟ نعلق عليك آمالا كبيرة. سيدي، إن أثبتنا أننا الأفضل في مجالنا، هل سنستلم جائزة؟ نعم، هذا ما وعدتكم به. في حالي لم أرغب باستلام الجائزة، هل يمكن أن أطلب شيئا بديلا عنها؟ وما هو طلبك؟ أخبريني. حاليا وفي الغابة المحمية نعاني من تناقص الأشجار والمساحة الخضراء، أرجوك سيدي، نحن نطلب أن تساعدنا. حسناً، لا أدري ماذا أقول. لدي سؤال تحسباً، هل تقللون أعداد الأشجار بشكل معقول؟ نقلل عددها؟ ما الذي تقصده؟ أقصد حين يتم قطع عدد مدروس من الأشجار لاستخدامها، الجميع يفعلون هذا. ولكن ربما هم لا يعلمون. حين تتركون الأشجار التي بلغت حدها من النضج في مكانها،
فستمنع أغصانها أشعة الشمس عن بقية الأشجار، كما أن الأشجار النامية فوق الحد اللازم تؤثر على الغذاء فتأخذ غذاء الأشجار الفتية، وبالتالي تصبح الغابة هشة أمام العوامل المناخية كالثلج والرياح، كما أن موازنة الري ضرورية للتربة لكي لا تخسر قدرتها، مما يجعلها عرضة للمشكلات كانحسار التربة. جلالتك، ماذا؟ أنا أقدم ولائي الأبدي لك بهذه الطريقة. ماذا؟ إن أمرتني بالقتال فسأقاتل، وسوف أفنى في سبيلك، وسأكون خادمة لديك إن أردت. أرجو أن تزورنا سريعاً في الغابة المحمية، وحين تفعل أرجو أن تعلمنا المزيد عن الانحسار. حسناً. يبدو أن الأمور مثيرة للاهتمام هناك. الشخص المميز التالي هي جونا دوما، تفضلي. حاضر. لم أنسى وظيفتي، لذا كف عن التحديق بي. جلالتك، هذه السيدة هنا مشهورة بجمالها الأخاذ وبصوتها الغنائي الذي لا يضاهيه صوت، ويمكن القول إنها المطربة الأعظم في عصرنا. مظهر وصوت جميلان، يبدو أن السماء أحياناً تعطي كل شيء لشخص واحد. مديحك هذا أكثر مما أستحق. سلالة دوما بأكملها عرفت بحورها وحورياتها، وبالتالي فإن مهارتها الغنائية قد أتتها عن طريق الوراثة. حور وحوريات إذن. حسناً، أهلاً بك بيننا، أود جداً سماع ذلك الصوت. حسناً إن كنت ترغب. لدي اقتراح، هذا الحفل منقول إلى أنحاء ألفريدن عن طريق غرفة الجوهرة، أطربين بأغنية من شأنها أن تمد شعب مملكتنا بالطاقة الإيجابية. أغنية تمدهم بالطاقة الإيجابية؟ معظم الأغنيات التي ورثناها كحوريات عن أسلافنا هي أغنيات حزينة، أي أنها لا تبث الطاقة الإيجابية، ولكن إن أسمعتموني أغنية فسأغنيها على الفور. نسمعك أغنية وتغنينها في هذه الحال. ولكن ما هذا الشيء الذي معك؟ أظن أن بإمكانك تسميتها أداة لسماع الموسيقى. حسناً، اسمعي. حسناً. الأغنية التي أسمعتك إياها هي من بلادي. أي أن هذه اللغة التي سمعتها آتية من عالم مختلف؟ نعم، سيصعب عليك غناؤها إن لم تعرف اللغة. لا، لا بأس بذلك، سأحفظها سماعياً مما يمكنني من غنائها بشكل عادي. حفظت الأغنية بأكملها بعد سماعها مرة واحدة؟ هذا مذهل. هذا لطف منك. حسناً، سأغنيها لكم الآن.